اتحاد تطاوير النادي الافريقي، مواجهة بين زوز فرق تحسنت نتائجهم منذ قدوم الخطوة. للاتحاد 10 نقاط من 15 ممكنة وعدم الهزيمة في 4 لقاءات مع معنويات مرتفعة اثر الفوز ضد السي اس اس في ملعب المير. اليوم نلعبوا في نسق كبير كما تعرفوا، نلعبوا 4-1، معناتها العامل البدني باش يكون فارق كبير في برشا فرق. نلعبوا ضد كيب كبيرة اللي اسمها النادي الافريقي، مطالبين باش يكونفيرميو النتيجة نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. ان شاء الله نكونوا في نهارنا وان شاء الله ناخذ 3 بوان تاعنا، خاطر جايين على 3 بوان بصراحه. تقريبا نفس الشيء في الافريقي منذ قدوم الوحيشي اللي جمع 5 نقاط من 9 ممكن، وهي السلسله الايجابيه الاولى منذ بدايه الموسم الحالي، لكن ما ساعدتوش على الخروج من المرتبه القبل الاخير. ان شاء الله معناتها نكونوا في المستوى ونقدموا مباراه كبيره، وصحيح تبدا معناتها صفحه جديده نتاع النادي الافريقي في العوده معناتها للمستوى العادي اللي تعرفوا الناس الكل. تغييرات في تشكيلة الفريقين، اتحاد تطاوين يغيب عليهم مهاجمه الخطير سيلا، المعاوض الجزائري محمد عطية ومحمد علي عبد السلام مكان المسعي، وكوني خلفه مكان غسان خلفه المصاب. الكلوب يشكو غياب سوداسي منهم 4 في الدفاع، سامي الهمامي، شهاب الصالحي، غازي عبد الرزاق واسكندر العبيد، إضافة للوسلاتي وشهاب العبيد. غيابات فرضت على الوحيشي إقحام بلال العيفة في اللاكس لأول مرة في الموسم، وزغادة كظهير أيسر، وقيادة الهجوم الخليفة معوض كامباوري الاحتياطي مع ياسين الشامخي. عندنا مدة نلعبوا ديما ناقصين لاعبين، لكن معناتها ما عندناش حاجة أخرى، معناتها عندنا مباراة صعيبة يلزمنا نربحوها. جايين التطاوين معناتها نحترموا فريق ممتاز جدا، لكن حتى احنا في ظروف معناتها اللي تخلينا معناتها باش نعملوا كل ما في وسعنا باش نفوزوا بثلاثة نقاط هذوما، وإن شاء الله ربي يوفقنا. مباراة غلبت عليها الحسابات التكتيكية، وأبناء الخطوي كانوا واقفين مليح مع الاعتماد على الهجومات المعاكسة. رغم أنه عامل الريح في 45 دقيقة الأولى كان في صالح الكلوب، إلا أنه زملاء يحيى ما عرفوش يستغلوه، خاصة أمام البلوك ديفونسيف الناجح لزملاء عبد السلام. أبناء باب جديد صحيح استحوذوا على الكرة وحاولوا عن طريق الشماخي والطاوس وخليفة في غياب الحلول في 30 متر الأخير. من جهته زملاء عبد السلام جل عملياتهم كانت على الهجمة المعاكسة باستغلال سرعة زغدوت محمد علي عبد السلام، لكن بدوره دفاع الكلوب كان حاضر في لقاء اليوم. أهم ملاحظة هو عدم استغلال الكرة الثابتة من الجانبين رغم كثرتها خاصة للكلوب. 7 دقائق أخيرة وأبناء الوحيشي يضغطوا 1-2 بين العقربي وخليفة وكرة صابر جانبية. أول صعود للظهير الأيسر زغادة يتحصل على مخالفة تتنفذ من يحيى، توصل لخليفة على الطاير كرته جانبية، وكرة إحداث الفارق في الميتون تجي عن طريق أول كرة ثابتة تتنفذ كما يلزم بعد ركنية من يحيى، والعقربي طليق تصويبته الرأسية جانبية. ريحة اكترافية معناتها مش راكح، معناتها حاولنا معناتها باش نكلمناهم معناتها باش يشوتوا معناتها من المسافات البعيدة، حاجة معناتها باش نحاولوا باش نسدوا في المرمى، لكن هاك تشوف معناتها ما وتاتش لوبورتونيتي. كان كونفينيو ما نقولوش الريح سي ان افونتاج البالاريتي، سيرتو معناتها في البان دو جوار اللي سير تيران كان برشا ملاعبيه معناتها بلان دو تكنيك، ما كناش كيفاش يقولوها واقعيين معناتها في المباراة في الشوط الأول. الشوط الثاني وبداية قوية لاتحاد تطاوين، 53 دقيقة لعب، ياسين بوعبيد يخرج عبد السلام اللي حاول إعادة سيناريو هدف لقاء صفاقس كرته جانبية. الفريقي يواصل في إهدار المخالفات في سيناريو الشوط الأول، وكل مدرب يقوم بتغيير هجومي، أشرف بن ذياب مكان عطية في الاتحاد وكامباوري مكان التوس. الكلوب يضغط، وفي هالعملية الشماخي يسقط في 18 والحكم السالمي ينظروا للتمويل. الهجومات المعاكسة بقيادة بن ذياب وعبد السلام قلقوا الدفاع الافريقي اللي غابت عليهم اللمسة الأخيرة، وبدوره عبد السلام يسقط في هالعملية طالب بضربة جزاء والحكم ينظر. أخطر فرصة للكلوب جي مع 77 دقيقة لعب، خليفة يوزع، الشماخي يصوب، كورته كادت تدخل الشباك. الوحيشي يلعب آخر أوراقه بدخول حمدي العبيدي والضوادي مكان الشماخي وخليفة. 10 دقائق قبل النهاية، وأبناء باب جديد بحثوا على هدف لكن ما جاش رغم محاولة كامباوري والعبيد، لكن زادا كان ينجم يقبل هدف دقيقة قبل النهاية بعد تصويبه بن ذياب كورتو على القاع. وآخر فرصة في الماتش الليبي الجورجي يصوب كورتو جانبي. 0-0، نقطة لكل فريق قد ترضي اتحاد تطاوين اللي إذا ما يربحش ما يخسرش، وخمسة لقاءات دون هزيمة مع امتياز للبلوك الدفاعي للاتحاد اللي عرف يغلق جميع المنافذ لمهاجمي الكلوب وكان قريب من التهديف فضل الهجومات المعاكسة. النقطة كانت باهية خير من بلاش في دي مومون، إن شاء الله جاي خير
الاتحاد تطاوين. اليوم في 15 نقطة خذينا 11 نقطة، حاجة مهمة للكونتور يقدم ناخذوا في نقاط. مالغري ما انتصرناش، ما نقول كرون برافو لملاعبيتي، ان شاء الله نزيدوا نخدموا الجاي خير. الافريقي صحيح الكونتور يدور بعد التعادل الثالث على التوالي، لكن الكلوب حاجته باكثر من نقطه، وهذا يمر من خلال حل مشكله التهديف الغائب في 180 دقيقه. كنا نلعب معناتها بطريقه هجوميه، عملنا مقابله ممتازه محترمه، لكن على المستوى هذا في الظروف اللي فيها احنا معناتها النقاط اهم معناتها من طريقه اللعب. ان شاء الله معناتها نلقاو الريوسيت معناتها النجاح في المقابلات الجايه. معناتها هاك تشوف كاين فما سيرتان بلوكاج معناتها بالنسبه للملاعبيه، ان شاء الله معناتها ربي يوفقنا في المقابلات الجايه ونحاولوا معناتها باش ناخذوا نقاط وامام طوم معناتها نقدموا مستوى طيب ان شاء الله.